وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس. انظر هذه الفائدة الجميلة التي ختم بها وهي مستفادة من الحديث. يقول الشيخ وطن نفسك، وطن نفسك أي هيئ نفسك إلى ما يجي من المعاشرين، يعني ممن تعاشرهم من أشياء لا تعجبك. وطن نفسك أن كل من تعاشر لابد أنه سيصدر منه يوما من الأيام شيء لا يعجبك، وطن نفسك على ذلك، وهيئ نفسك أنه ما يوجد من المعاشرين معصوم لا يخطئ، كل يخطئ. أنت كم من الأخطاء التي أخطأت بها مع زملائك وأخوانك وقرابتك، أخطاء كثيرة لو تنظر في نفسك. والذي تحبه من إخوانك أن يعفو عنك في هذه الأخطاء، ولا يشددوا عليك فيها، ولا يركزوا نظرهم عليها، هذا الذي تحبه. فيقول الشيخ وطن نفسك، وطن نفسك على ما يجي من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان، يعني من الأشياء التي لا تعجبك، تصرفات ما تعجبك، هيئ نفسك على هذا. حتى مع أولادك في البيت هيئ نفسك، لا تظن أن كل ما تريد من أولادك سيأتي على التمام والكمال، لا بد أن يكون. فهيئ نفسك على تمشية الأمور واحتمال الأخطاء والتقصير. هذا التوطين للنفس يسهل عليك حسن الخلق، هذا التوطين للنفس الذي هو التهيئة للنفس، تجعل نفسك مستعدة لاحتمال الأشياء التي تأتي من تعاشر مما لا يعجبك، هيئ نفسك لهذا الشيء، هذا يعينك على حسن الخلق. انظر الآن الفرق بين من يوطن نفسه هذا التوطين وبين الشخص الذي يريد كل شيء على الكمال 100%، ما يريد ولا نقص، وهكذا وطن نفسه أن كل شيء 100%، إذا دخل البيت الزوجة 100%، ما ينقص ولا شيء، الأولاد 100%، ما ينقص ولا شيء. كيف ستكون أخلاقه معهم إذا كانت هذه نفسيته وطريقته، يريد كل شيء 100%، تجد عند أي خطأ ينفجر ولا يحسن التعامل. لكن إذا وطن نفسه أنه ستوجد أخطاء ويوجد تقصير، هذا يهون عليه، يسر عليه حسن الخلق والتعامل مع المواقف بمعاملة جميلة طيبة. قال يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس. ما يمكن تأتي هذه إلا إذا وطن نفسه هذا التوطين الذي ذكره الشيخ، ويعينك على ذلك الحديث إن عاب منها خلق رضي منها آخر، وهذا في جميع المعاشرين.